طب تعالى نبتدي مثلا بالحاجات اللي انت هتسمعها لنا. تعالى نبتدي بمنير مراد مثلا. منير مراد وهو كان في الاوائل، هو قابل شاديه فنيا واقتنعوا ببعض قوي، لان كان منير مراد عنده فكر مختلف عن عصره. كان كل الملحنين في العصر ده بيلحنوا باسلوب التطريب وهكذا يعني، والجمل الممطوطه وكده، ودي كانت بتعجب الزمن ده. جه منير غير ده كله، عمل اللحن السريع الرشيق، وده كان صوت شاديه. صوت شاديه كان فيه رشاقه. ام كلثوم قالت عليها شاديه صوت لا يعرف النشاز، وينتقل من بين المقامات في رشاقه ويسر دون اي تعصر مثلا. يعني قالت عليها كده ام كلثوم. طب لما هو يلحن لهم هي وحليم حاجه غريبه. تمام. يا لهوي. طبعا. يا لهوي. عبد الحليم بقى. وما ادراكي. عبد الحليم وشاديه. كانت نجمه شاديه في الوقت ده. نجمه كبيره مش. وكانوا الاثنين بقى قمم. فتباروا في الاداء. اخذوا كلام اعتقد ده كان حسين السيد. حسين السيد. مش كده؟ اللحن ده لما نرجع نبص عليه هنلاقيه ما هواش سلس كده زي ما احنا. يعني مش جملة ومتكررة. لا 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 لا، ده موضوع، واصله كان في فيلم. معبود الجماهير. معبود الجماهير. فهم بيصوروا لنا صورة. مش مجرد غنوة. مش مجرد غنوة. خلوا بالكم واحنا بنسمع الغنوة دي، اسمعوا النقلات الكتير اللي عاملها منير مراد في اللحن ده، اللي هو انت وانت بتسمع تقول الله ايه الراجل ده؟ وايه اللحن ده اللي احنا كنا واخدينه سهل بسيط كده، انه لا في نقلات كتيره حلوه قوي وفي مناطق صعبه. لما نتعمق في سماعه هنلاقي بقى اللي حضرتك قلت عليه ده. لكن لو خدنا اللحن كده خلاص يعني. لا نتعمق في النقلات الايقاعيه والنغميه اللي بيقولها عبد الحليم وشاديه والصوره كمان. يعني هو نجح في انه صور لنا حبهم في المشهد ده، وحاجه يعني حاجه غريبه، حاجه غريبه، حاجه غريبه، حاجه غريبه، الدنيا لها طعم جديد. الحاجه الغريبه اننا ما نحبش، اننا نقف على عتبه الدنيا من غير ما نخبط الباب. مش يمكن حد يفتح لنا؟ مش يمكن النور اللي هناك ده نور فرح؟ مفيش حاجة غريبة غير إننا نسكت في زمن الكلام، ونكره في زمن الحب، ونقفل بيبان القلب ونقعد لوحدنا ونقول حاجة غريبة. قولي انتي